السلام عليكم، يعطيكم العافية. يومياتي اليوم 26/12، ساعة تقريبا 11 إلا طبعا الإزعاج كالمعتاد. هذول قاعد نوم كل يوم، ترى كل يوم عندي علم وين كل شيء نضغط بس والله أول ما يطير ما يرد. بس اليوم قصينا عليه شغل مجرد راس على أمهم ست، على فكرة أم ست وأم سبع وأم أربع وأم ثلاث والدبرة كلهم خوات أمهم واحدة، كلهم خلص على أم ست أبوها من حمام أبو فهد الشريد. أبوها أبو ريشة طير الشريدة اللي هداك نفش طيران هواء الروس تلعب وما البرقة. البرقة طبعا هم خليفة هم يطيرون طبعا فيهم كم واحد والله مالة بدلوا تعوريه، مو بدلوا تعوروا والله. انا ما رحمتهم اكو بالشمال ذاك اليوم بالسوايد هديتهم، واحد جاي رامع واحد صايرة في شطة زين على المسبق. هذا مريش ان شاء الله يحوش الهواء يتوبكها تلعب تروح عندها بوس وهالمحا ما تكون كلش ما تكون. هذا خمري معطيني اياه نادر، خمري هذا خمري ذاك، لا هذا خمري والفريشة السايبر شلون السنتو الاسود وراهم. هذا الأسود مو معمرهم وهو الأربعة طقروس ترجع قري بس بنت شس وايد تلعب تلعب ومريشة تلعب ولوتها حلو بعد جرة الرأس هذه فيها طيرات. أبوها يوز معطينا إياهم سنافي ماشي الوارد اللي احنا سميناه، هذه بعد بادي يغنمونه بس الماشي لو تغير وتحسن منهم. هذا الشيء اليوم ما صعد بس ما برد قلبك قصينا عليه. هو ما يطب يقول لكم يطيرون اول حوام يطبون اخر، انا هذا طار اول مجموعه مريشه طارت بعدين.
شوايب هواء بارد. انا يعني قاعد انفضهم على اساس اللي انا طلعتهم هذا خبي الارقام خبي شش خبي رقمه سبحان الله اللي اعتقد مو طاقه راس والرقمه مو راضيه تشطف ترجع اللي كان حاضرينها كان كيوت نحاش صورتها لكم من اول خلي استنى بس الرقم اكبر منه اعتقد الرقم البطل الاولي هذا البطل الثاني ابغى تلبس هليكوبتر فوق راسي طبعا يمنا احنا مو بعيد عن قصر السير كل طيارة الأميرة وطيارة صاحب السمو سمعوا الهليكوبتر شو صاينا أسود صقل لبن المرة صقل لبن راح الهليكوبتر غالب اللي بينزعم افرخ صغار كل يوم لها لون كل يوم لها بدوة كل يوم لها شكل يعني هذول هم شوفوهم 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 اشكالهم شوفوهم اشكالهم شوفوهم شوفوهم قلنا لكم بس فيهم اربع اشكال